بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دورة جانجو. جانجو بايثون. طيب أي حد بيتعلم البرمجة قبل ما بيتعلم البرمجة بيختار المسار أو الوظيفة اللي هيشتغلها كمبرمج، وبناء عليه بيبتدي يتعلم لغات البرمجة اللي هتخليه إن هو يبقى في الوظيفة ديت ويقدر ينتج فيها. طيب عندنا مثلا بايثون دوت، دي لغة برمجة عظيمة بنقدر نعمل بيها كل حاجة، بنقدر نعمل بيها مواقع وتطبيقات ويب، بنقدر نعمل بيها تطبيقات اندرويد، بنقدر نعمل بيها تطبيقات للديسكتوب لابتوب او كمبيوتر، بنقدر نستخدمها في الماشين ليرنينج، تدريب الآلة، الذكاء الاصطناعي، بنقدر نستخدمها في الحماية، حماية الأنظمة، وفي الهاك والحماية من الاختراق، الاختراق والحماية من الاختراق طبعا بايثون مفيش كلام. كمان في الميكانيكا، في المكن بنقدر نستخدم لغة بايثون. بايثون ليها مكتبات بتقدر تعمل كل حاجة. طيب جانجو دي مكتبة من مكتبات بايثون، عبارة عن فريم ورك، بيئة تطوير بنستخدمها عشان نعمل بيها مواقع ويب ونطور بيها مواقع ويب. الأول في مجال تطوير الويب وإنشاء مواقع الويب في قسمين، القسم الأول اللي هو فرونت إند اللي هو المسار الأمامي اللي إحنا بنشوفه، يعني أنا لو جيت هنا كده ده الشكل اللي أنا شايفه ده كده، والخانة دي والزر ده والزر ده كل ده والأزرار ديت والخلفية كل ده اسمه فرونت اند. التصميم والشكل بيبقى بلغات البرمجة HTML وCSS اللي بتاعت الألوان والأشكال، وجافا سكريبت بتاعت الحركات والديناميكية، يبقى موقع ديناميكي. تمام. طيب لو فرونت اند بس، لو انا اتكيت هنا مش هيبعتني في حته، لو انا اتكيت هنا مش هيوديني لصفحات، مش جافا سكريبت اللي بيظهر لك الكلام ده، يعني لما تعمل كده جافا سكريبت اللي بيظهر الكلام ده. طيب انما كنت تخش هنا على الرابط ده يبعتك على صفحه مش هيحصل طول ما انت فرونت اند بس. فايه الباك اند؟ الباك اند بقى اللي هو اللي ما بيتشافش، اللي هو بيدور ما وراء الشاشه، بيدور ما وراء الشاشه. فاصبح ان انا لما اتكى مثلا على الزر دوت هيبعتني على صفحة اسمها كالي تولز. طيب ايه اللي خلاه يبعتني على الصفحة دي؟ الباك اند بقى، الباك اند بقى هو اللي بيعمل الشغل ده. طيب بالنسبة مثلا انا لو عايز اسجل في موقع، اي موقع مثلا عايز اسجل فيه، تسجيل الدخول والمقارنة اسمك ورقم السر بتاعك عشان يجيب لك صفحتك، لو رقم السر مش مظبوط هيرفض انك تتصل بالصفحة بتاعتك، لو رقم السر مظبوط هيبعتك على طول للصفحة بتاعتك. جميل جدا. هو ده بقى الباك اند اللي بيدور ما وراء الكواليس اللي ما بتشافش، ان انا باخد منك الرقم السري وبروح اقارنه مع السيرفر، لو مظبوط بجيب لك صفحتك. الروابط اللي انا اتك على اي رابط يبعتني على الصفحة دي فعلا، انك انت لما تنسى الرقم السري وتتك نسيت الرقم السري يبعت لك ايميل، هو ده الباك اند بقى. فطبعا اللي هيخش مجال تطوير الويب خاصة الباك اند لازم يبقى عنده برضو شوية معلومات، او يعرف، ما يكونش محترف HTML وCSS وجافا سكريبت، مش عايزك تبقى محترف، انا عايزك عندك خلفية، عندك خلفية عن اللغات الفرونت اند. طيب خدت الخلفية، ابتدي تعالى ادرس بايثون، لازم تدرس بايثون. في ناس كتير قوي شرحت بايثون، من ضمنهم عمالقة البرمجة في مصر، في الاستاذ او الباشمهندس اسامة الزيرو، في الباشمهندس جمال عبد الرحمن، وفي قنوات اجنبية، هبقى انزل لكم قنوات اجنبية بتعلم البايثون وبتعلم جانجو. طيب ابتدي منين؟ ابتدي خد كورس بالعربي، ابتدي خد كورس بايثون بالعربي، بعد كده خد كورس بايثون جانجو بالعربي، بعد كده روح لقنوات اجنبيه اسمع دروس لبايثون بالانجليزي، لان في اضافات
ما وصلتش عندنا، اسمع دروس جانجو بالانجليزي لان في اضافات ما وصلتش عندنا هتفيدك في الشغل. طيب بداية، ازاي انا بنشئ مشروع باستخدام بايثون خاصة بيئة التطوير جانجو؟ في ويندوز او في ماك او في لينكس في حاجة اسمها تيرمينال، اللي هو موجه الاوامر ده اللي انا بديله اوامر وبينفذها. طيب عشان تنشئ مشروع بالجانجو لازم أن يكون عندك على جهازك بايثون، لازم أن تكون محمل بايثون. هتيجي هنا تحمل بايثون، تيجي هنا كده تحمل بايثون اخر اصدار. طب ليه اخر اصدار؟ ليه ما يكونش اصدار مثلا احنا بايثون مثلا 3؟ ليه ما يكونش مثلا اصدار اللي هو احنا بايثون اهو ماشي، الاصدار كام بتاع بايثون؟ احنا كده بايثون 3. بايثون اللي قبليها 2 ما فيهاش اداه اسمها بيب. بيب دي احنا هنحمل بيها جانجو عشان نبتدي ننشئ مشروع بالجانجو. لو بيب دي مش موجوده فانت مش هتعرف تحمل جانجو عشان تنشئ بقى مشروع، فاصبح لازما بايثون اخر اصدار تحمله عندك على الجهاز. بعد كده بتيجي على موجه الاوامر، تمام، بتنشئ فولدر على الديسكتوب او في اي مكان. جوه الفولدر ده بتبتدي اللي انت تعمل فيه حاجه اسمها البيئه الافتراضيه. ايه البيئه الافتراضيه؟ البيئه الافتراضيه دي ده نظام في بايثون، بيئه افتراضيه انك انت بتعمل نظام خاص وجواه بتسطب مكتبات وتحمل مكتبات لبايثون عشان تنشئ بيها جانجو باي اصدار. ساعتها مش هيتعارض الاصدارات بتاعت المكتبات اللي انت هتحملها مع الاصدارات اللي موجوده على الجهاز بتاعك، لان انت فصلت بينهم عشان الاصدارات اللي انت حملتها في الفولدر بتاع البيئه الافتراضيه مش هتقدر تتعارض مع الاصدارات اللي موجوده على الجهاز بتاعك. فعشان ما يحصلكش مشاكل وانت بتعمل مشاريع فاحنا بنستخدم بيئه افتراضيه اسمها في الجانجو اسمها فيرجوال انف. طيب الاول يا تنشئ هنا فولدر على الديسكتوب كده عن طريق كارجت فولدر، يا اما عن طريق التيرمينال. احنا بنكتب الاول دلوقتي انا في الهوم، انا عايز اخش على الديسكتوب فبكتب سي دي ديسكتوب. انا كده جوه الديسكتوب ال اس اعرض كده كل الحاجات، كل الفولدرات اللي عندي على الديسكتوب موجوده دلوقتي اهي. الفولدرات دي كلها، الفولدرات دي كلها هي اللي موجوده هنا، هي كل دي، تمام. طيب انا عايز ايه؟ انا دلوقتي عايز انشئ فولدر، فبكتب طبعا انا كلينكس فالامر بيكون مقدار ماشي. اسميه ايه؟ اسميه مثلا نيو بروجكت، نيو بروجكت ويز جانجو، ده اسم الفولدر، ده اسم الفولدر اللي انا هنشئه، تمام. اخده كده بس كوبي عشان يبقى معايا. طيب مقدار كده هو انشا الفولدر ده. طيب ازاي اهو؟ لو دخلنا على الديسك توب هنلاقي اهو ده الفولدر اللي تم انشائه، نيو بروجكت ويز جانجو، تمام. فانا هفتح الفولدر ده فهقول له سي دي واسم الفولدر اهو. انا كده فتحته، لو قلت ال اس فاضي ما فيهوش اي حاجه، فولدر فاضي اهو ما فيهوش اي حاجه. طيب عايز انشئ جواه البيئه الافتراضيه، وبعد كده جوه البيئه الافتراضيه ابتدي ان انا انزل جانجو وابتدي ان انا اعمل مشروع. طيب عشان تسطب بيئه افتراضيه جوه الفولدر ده بتكتب الامر virtual env vimv virtual env، انا سميته vimv، انت ممكن تسميه اي حاجه. virtual env دي يعني انشئ لي بيئه افتراضيه هنا في فولدر، وسميه الفولدر اي اسم، ممكن تسميه اي اسم. انا اخترت فينف عشان ابقى انا عارف ده الفولدر بتاع البيئه الافتراضيه، تمام. طب دلوقتي ايه اللي حصل؟ الفولدر اللي احنا انشاناه ده كان فاضي لما عملنا جواه بيئه افتراضيه، دلوقتي اكيد مش هيبقى فاضي. يعني لو عملنا اعرض الفولدر دلوقتي هنلاقي فيه فولدر تاني اتنشا جواه اسمه فينف، وهو ده الفولدر بتاع البيئه الافتراضيه. طيب لو انا قلت له سي دي فينف افتح لي الفولدر اللي اسمه بتاع البيئه الافتراضيه دوت، قلت له اعرض لي اللي جواه، هلاقيه
في ملفات اتحملت جوه، في فولدر اسمه بن وفي فولدر اسمه ال اي بي وفي ملف بتاع البيئه الافتراضيه. الفولدر اللي اسمه بن ده مهم جدا لان جواه ملف اسمه اكتيفيت. ملف الاكتيفيت ده احنا بنفعل بيه البيئه الافتراضيه، احنا حملنا البيئه الافتراضيه. محتاج قبل ما احمل جواها اي مكتبه ان انا افعلها عشان تقدر تفصل المكتبات اللي في المشروع ده عن المكتبات اللي في الجهاز. لو ما اكتفتش، لو ما عملتش تفعيل اكتيفيت للبيئه الافتراضيه، اذا انت ما عملتش حاجه، اي مكتبه هتحملها باصدار مختلف على اللي موجود على جهازك هيحصل تضارب وهيحصل مشاكل. عشان تفعل البيئه الافتراضيه بتخش جوه الفولدر اللي اسمه بن ده وبتختار ملف اكتيفيت وبتدي له امر كده جنبه عشان تفعل. طيب فلو قلنا مثلا سي دي افتح لي الفولدر اللي اسمه بن ده وقول لي اس عرض اللي جواه، هلاقي ده الملف اللي اسمه اكتيفيت اللي انا عايزه، ده الملف اللي اسمه اكتيفيت اللي انا عايزه. انا ممكن طبعا اكبر شويه. طيب وممكن اعمل مسح للشاشه عشان نبدا صفحه من جديد. لو تروح لي اس كده، ده ملف الاكتيفيت، هو ده. طيب في لينوكس بديله امر اسمه سورس، في لينوكس بديله امر اسمه سورس واكتب جنبه اسم الملف. في ويندوز وفي ماك وضع مختلف، حاجات بسيطه خالص. حابب انزل فيديو ازاي تفعل، ازاي تفعل البيئه الافتراضيه في نظام ويندوز وفي نظام ماك. وعامه الموضوع بسيط، انت عملت سيرش على جوجل وعرف وكتبت ازاي افعل البيئه الافتراضيه في ويندوز هتعرف بمنتهى السهوله. الموضوع بسيط مش معقد. فسورس اكتيفيت هنا هيفعل لي البيئه الافتراضيه. طيب لما تك انتر هنا هو فعل البيئه الافتراضيه. طب انت عرفت منين؟ عرفت منين؟ شايف كلمه فيمز الخضراء دي؟ ما كانتش موجوده قبل ما فعل البيئه الافتراضيه، ولكن ظهرت بعد ما فعلت البيئه الافتراضيه. معنى كده دي علامه ان البيئه الافتراضيه اتفعلت. طيب انا عايز دلوقتي اعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي ابتدي احمل جانجو. هحمل جانجو فين؟ في الفولدر في المكان اللي انا فيه؟ لا، انا عايز احمله جوه فيم، جوه هنا. فمحتاج ارجع خطوه ورا، يعني اطلع من هنا وارجع خطوه ورا. بعمل سي دي دوت دوت، يعني ارجع لي خطوه ورا. بص انا كنت هنا في بن، دلوقتي بقيت رجعني هنا فين، في اللي هي هنا، رجعت خطوه ورا. لو تقول لي اس اعرب اهو، على فكره انا ممكن افعل البيئه الافتراضيه من هنا، مش شرط اخش جوه بن. بكتب بن اكتيفيت، هنا هو هيعمل ايه؟ هنا هيخش جوه فولدر اللي اسمه بن اللي هو ده، هيلاقي فولدر اسمه اكتيفيت فهيفعله. فمش شرط ان انا اخش جوه الفولدر اللي اسمه بن عشان اكتب سورس وافعل البيئه الافتراضيه. ممكن افعلها من بره عن طريق ان انا ازود المسارات، اكتب قبليه الفولدر واكتب بعد كده لو في فولدر تاني اكتب قبليه الفولدر. تمام. انا هنا عايز احمل ديجانجو. احمل ديجانجو عن طريق الاداه بيب اللي احنا قلنا مش موجوده غير في بايثون 3. انت لو ما عندكش بايثون 3 مش هتقدر تحملها ومش هتقدر تشتغل جانجو. فاقول له بيب انستول جانجو، بيب انستول جانجو، كده بيسطب جانجو. تمام كده جانجو اتسطب معانا. طيب انا سطبت جانجو، عايز انشئ بيه بقى مشروع. انا دلوقتي نزلت جانجو، انشئ بيه مشروع ازاي؟ اكتب جانجو ادمن، جانجو ادمن، بالادمن بتاع جانجو ستارت بروجكت. طبعا في جانجو هتلاقي في الاوامر لازقه في بعضيها، يعني مش هيبقى ستارت لوحدها وبروجكت لوحدها، لا الامر ده لازق في بعضه. هتلاقي الامر مكتوب كده ستارت بروجكت، وبعد كده سمي الفولدر اللي هيبقى فيه الملف الرئيسي بتاع المشروع. انا بسميه عامه بروجكت عشان ابقى عارف، في كل المشاريع بسمي بروجكت اسم الفولدر. دوت دي يعني هنا في المكان ده ما تنشئليش، ما تنشئلي يعني ما تنشئليش مشروع اسمه جانجو، ملف رئيسي لجانجو في ملف في فولدر اسمه بروجكت مش بره، لا دوت انا عايزه في المكان اللي انا فيه. هو كده انشا لي الفولدر الرئيسي بتاع المشروع اللي هو سماه باسم بروجكت. طيب لو قلنا ال اس اعرض اهو، هلاقي في فولدر اسمه بروجكت. ولو عملنا سي دي افتح لي البروجكت ده، ال اس اهو اعرض لي
ده سيتنج، ده ملف الاعدادات بتاع المشروع ككل، ده هنعمل فيه اعداداتنا قبل ما نشتغل. اليو ار ال اس دي دوت بي واي دي فيها المسارات، المسارات المسار بتاع جانجو. يعني ايه المسارات؟ هنعرفه دلوقتي الكلام ده. طيب اعرف الكلام ده ازاي؟ انا عايز طبعا اكتب هنا جواه اكواد، فلما بكتب كود هنا يعني افتح لي محرر اكواد اسمه فيرجوال ستوديو كود في المكان ده، ففتحولي، فتح لي فيجوال ستوديو كود. طيب ده محرر اكواد انا بكتب جواه، عايز تحمله، لما بتيجي تحمله بتيجي هنا بتكتب فيجوال ستوديو كود، هيدخلك على الموقع الرسمي بتاعهم، هو مجاني، هتحمله من هنا، هتحمله داونلود من هنا، هينزل معاك عادي وتفتحه وتشتغل عليه، مفيش اي مشاكل. طيب هنا بقى ادي ده ملف الاعدادات اللي قلنا عليه اهو، ده ملف الاعدادات كله بنعمل في الاعدادات بتاعتنا، اي اب بننشئه بنيجي نزوده هنا في انستول اب، هنشوف المحاضرات الجايه والدروس الجايه اللي احنا لما ننشئ تطبيقات جوه المشروع بنيجي نزودها هنا. تمام، الصفحات ال HTML بنزودها في تمبلت. طيب هنعرف الكلام ده كله، في حاجه اسمها ستاتيك اللي هي ملفات الجافا سكريبت والسي اس اس والصور، بتكون هنا، تكون هنا، الكلام ده هنعرفه. تمام، urls.py احنا قلنا ده ملف المسارات. ايه المسارات؟ باس، شايف باس مسار اهو، ادمن، ده ادمن بتاع جانجو، جانجو بيديك صفحه لصاحب الموقع جاهزه انك تستخدمها من غير انت ما تنفذها باكواد، هي نازله لك جاهزه. الحقيقه جانجو فريم ورك حاجه عظيمه جدا. طيب انا مش عارف هو التيرمينال اتقفل ليه، بس عادي هشغله تاني، فاقول له سي دي ديسكتوب سي دي نيو بروجكت جانجو، بعد كده سي دي فينف، افتح لي الفولدر اللي اسمه فينف، وبعد كده السورس هنا ممكن اقول له بين اكتيفيت بقى بدل ما اخش جوه زي ما احنا اتفقنا، فعل لي البيئه الافتراضيه. طيب هبتدي اقول له ايه؟ هبتدي اقول له بايثون، انا بقى عايز ارفع المشروع بتاعي. طبعا جانجو بيستخدم الجهاز بتاعك كسيرفر، جانجو بيستخدم جهازك كسيرفر، بيرفع عليه الموقع عشان تقدر تشوفه على الجهاز بتاعك وتجري عليه الاختبارات بتاعتك وتعمل التعديلات. تمام، فلما انا اكتب هنا كده بايثون مانج دوت بي واي، تمام انا بس عايز اكلمكم عن ملف المانج دوت بي واي. انا عملت ال اس اعرض، احنا اتفقنا ده المشروع، وهنا في ملف اسمه manage.py، الملف ده الكبير، ده المعلم، ده ملف الاداره، ده اللي بعمل بيه كل حاجه، ده اللي بنشئ بيه تطبيقات، ده اللي بنشئ بيه مستخدم ادمن، ده اللي برفع فيه بيه ملفات الاستاتيك، ده اللي بخزن الجداول في قاعده البيانات بيه. طول ما احنا شغالين في الجانجو لازم تستخدم بايثون manage.py وجنبها امر تاني، سواء انك هتكريت سوبر يوزر، هتعمل مستخدم ادمن، او هترفع ملفات استاتيك، هنشوف الكلام ده كله هنشوف. فباجي اقول له بايثون اهو، استخدمت بايثون واستخدمت الملف، ملف الاداره اللي اسمه manage.py، وهعمل رن السيرفر. طبعا في جانجو كل الاوامر بتبقى لازقه ببعضها، يعني مش رن لوحدها وسيرفر لوحدها زي ما اتفقنا، الامر بيبقى لازق في بعضه. تمام، لما اعمل رن سيرفر هيجيب لي لينك، لو انا رحت على اللينك ده اوبن لينك، هنا ده اول مشروع عملناه هنا بجانجو. طبعا انت لو ما عندكش ملفات او واجهه لموقعك، فجانجو بيستخدم الواجهه الرسميه بتاعته عشان تبقى الواجهه لموقعك. الايام يعني الجايه هنتعلم ازاي بقى نحط موقعنا هنا، نشيل ده ونحط الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع بتاعنا هنا، والروابط اللي بتدخلك على بقيه الصفحات بتاعت الموقع بتاعنا. طيب في حاجه اسمها جانجو دوكيومنتيشن، دي احنا بنذاكره منها كل، يعني انت احنا بعد ما بنتعلم بنبتدي نطور من نفسنا ان احنا نذاكر الكلام ده. طبعا احنا كعرب في حاجات انجليزي مش فاهمينها، طبعا انا بترجم عشان افهم وبذاكر من دوكيومنتيشن. عايز تتعلم جانجو، لو انت بتعرف انجليزي كويس ممكن تتعلم جانجو على طول من دوكيومنتيشن، لو انت
الانجليزيه عندك مش كويسه، فبنبتدي ان احنا نتعلم من خلال كورسات او كتب بالعربي، وبعد كده بنبتدي ان احنا نطور من نفسنا، بنخش الموضوع. على الاقل انا لما اقرا سطر انجليزي وانا اكون انا مش فاهمه، انا اقدر افهم السطر ده عايز يقول ايه، عشان انا عندي خلفيه عن جامبو. تمام ماشي. في عندك هنا حاجه اسمها جامبو كوميونيتي، هي بتتواصل مع مبرمجين ومطورين وتقدر تسالهم عن مشاكلك، وهنا في شات، هنا في فورم للبوست، وانك تنشر اسئله وترد عليك العمالقه يردوا عليك المبرمجين ويساعدوك. هنا ده كونتريب تو جانجو، لو عايز تكتب جانجو اونلاين او تتدرب على جانجو. هنا ريبوت ان اي اس اس اللي هو الاخطاء البلجنز طبعا، وهنا اللوكال جانجو كوميونيتي، اللوكيشن وكل شيء عند جانجو والاصدارات طبعا. في هنا شغلانات كمان، جانجو جوبس، تقدر انت بعد ما تتعلم تقدم على اي شغلانه بيتنشر كمان شغل. كل ده من هنا من الصفحه الرئيسيه بتاعت جامبو. جميل جدا. طيب دلوقتي انا عايز اشوف صفحه الادمن اللي جامبو عاملها لصاحب الموقع اللي احنا مش هنكتب فيها ولا سطر برمجي، اللي هي جايه لنا على الجاهز. طيب بنكتبها ازاي؟ بنخش لها ازاي؟ الاول بتنشئ مستخدم ادمن، بتنشئ سوبر يوزر عن طريق ايه؟ عن طريق الامر اللي هو اسمه بايثون كرييت سوبر يوزر. احنا اتفقنا في الجانجو كل الاوامر هتلاقي لازقه ببعضها مفيش فواصل. كرييت سوبر يوزر هيكريت لك سوبر يوزر، هينشئ لك مستخدم سوبر او مستخدم ادمن جديد. طيب قبل ما تعمل كده لازم تضم الجداول اللي ما اتضمتش. ايه الجداول اللي ما اتضمتش دي؟ بص هنا احنا لما شغلنا السيرفر قال لي ايه؟ قال لي يو هاف 18 جدول ما ترفعوش. عشان ارفع 18 جدول دول لازم ارفعهم الاول قبل ما اعمل اليوزر، لان الجداول ديت هي اللي فيها اليوزر اللي جاي على الجاهز. فانا لو حاولت اكريت سوبر يوزر من غير ما اسطب الجداول ديت هيحصل لي مشكله. فالاول بسطب الجداول عن طريق ايه؟ بكتب بايثون مانج دوت بي واي، اهو ملف الاداره اللي بعمل بيه كل حاجه دلوقتي. تمام، بس بدل ران سيرفر هكتب حاجه اسمها ميجريت. شايف ميجريشن سيدي؟ شايف ميجريت دي اهي؟ هو ايه اللي انا ممكن اخدها من هنا، كوبي اشيل دي كده خالص، اشيلها خالص، انا عايز اخد الكلام ايه، مش عايز اكتب انا اهو. هو قايل لي هتحل المشكله دي ازاي. طيب اهو حمل لي 18 جدول، 18 جدول اهو جنب كل جدول فيه اوكي. تمام كبر شويه بس عشان نشوفه. ماشي، حملت ال 18 جدول. ابتدي بقى انشئ مستخدم يوزر او 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 يوزر سوبر يوزر. بقول له بايثون مانج دوت بي واي، بدل جريد بكتب ايه؟ كرييت سوبر يوزر. فلما بعمل كرييت سوبر يوزر هيقول لي اديني اليوزر نيم اللي هتسجل بيه، واديني الايميل، واديني الباسورد عشان احديك صفحه مش هتقدر تخش لها غير باليوزر نيم وبالباسورد. فلما انا بقول له بايثون مانج دوت بي واي كاريت سوبر يوزر واتك انتر، بيقول لي اليوزر نيم عايزه ايه، فانا اقول له عايزه ادمن. بيقول لي الايميل، ممكن تكتب ايميلك وممكن ما تكتبش. الباسورد هقول له 123، الباسورد تاني هقول له 123. هيقول لي الباسورد ده ضعيف جدا، انت عايز تستخدمه على كده؟ اقول له اه. تمام، هو كده كاريت لي سوبر يوزر. طيب عشان اوصل للصفحه دي لازم اشغل السيرفر، فاقول له بايثون مانج تو بي واي ران سيرفر. تمام اتفقنا، هروحوا على اللينك ده، ده الصفحه الرئيسيه بتاعت جانجو. تمام، لو انا جيت هنا كتبت سلاش ادمن سلاش، او كتبت سلاش بس كده، كتبت سلاش كده، وجيت هنا خدت المسار ده اهو، ده المسار، ده المسار بقى بتاع الصفحه بتاعت الادمن. لو خدت دي كده ده المسار، لو خدت كده الكلمه دي كوبي، وجيت انا هنا كتبتها هنا بيست كده وتكيت انتر، وداني على صفحه الادمن بتاعت جانجو، قال لي لوجن. اليوزر نيم كان ادمن احنا اخترناه، واحنا بنكريت سوبر يوزر، والباسورد كان 123 بالامارات، قال لي ده كان ضعيف وقلت له انا موافق على كده.
هنا دخلني على الادمن الصفحه بتاعت صاحب الموقع اللي جانجو عاملها لصاحب الموقع ان هو يدير بيها الموقع بتاعه. هيلاقي هنا لو تك هنا على اليوزر اليوزرز هيلاقي هنا المستخدمين هو اهو ادمن اهو. لو عايز يحط اسمه اسمه مثلا محمد، الادمن اسمه محمد، لاست نيم مثلا شريف، ايميل ادريس مثلا اي حاجه تمام. ده انا حابب ازود بيانات للادمن. بص هنا دي جروبات، ممكن انا احط نفسي في جروب كل، طبعا انا محطوط في جروب اللي انا اقدر اعمل كل حاجه. في مستخدمين تانيين هيسجلوا، انت ممكن تحطهم في جروبات معينه ان هم يقدروا يعدلوا على منشورات معينه، ان هم ليهم يبقى ليهم صلاحيات معينه تمام. ف يعني نظام بجد جانجو فريم ورك عظيم جدا. طيب ودي جروبات بقى اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي جروبات انت تقدر تعمل هنا جروبات وتقدر تزود جروبات غير اللي موجوده عندك، تقدر تزود جروبات وتحط يوزر هنا وتحط وتضمه للجروب دوت تمام. الكلام ده هنشوفه بعد كده ان شاء الله. المهم دلوقتي احنا عرفنا حاجه، احنا اساسا فاتحين صفحه الادمن علشان نشوفها وعشان نشوف موضوع المسار ده اللي هو ادمن سلاش اللي هو يبعتك على الصفحه دي. فهنا ده ادمن سلاش هيوديك على ادمن سايت يو ار ال اس هنا. فاحنا دلوقتي عرفنا ملف السيتنج وعرفنا ملف اليو ار الز. طيب احنا عايزين نقف هنا على كده، والكورسات المحاضرات اللي جايه هنبتدي اللي احنا بقى ايه نكمل فيها. انا شايف ان القدر دوت كافي عشان المبتدئ ما يملش. انا بس حابب اقول ان اللي بيتعلم حاجه لازما ما ياخدش منها كميات كبيره وهو بيتعلمها عشان هيمل وهيرجع من نص الطريق. لا، خد على قد ما تلاقي نفسك خلاص انت ايه يعني فهمت. مش شرط اللي انت تطحن نفسك، والله في طاقه تاخد كورسين ثلاثه ورا بعض، يعني محاضرتين ثلاثه فيديوهين ثلاثه ماشي، لكن مفيش طاقه ما تجيش على نفسك عشان ما تكرهش نفسك وترجع وتقف ما تكملش. القصة مش انك انت تبتدي، القصة ان انت تفضل مكمل لحد الاخر تمام. لحد هنا بينتهي اول فيديو لينا. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية نكمل فيها. اشكركم جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.